غازي، لا أعلم يعني فيما يتعلق بالمواجهة مع العراق، يعني قبل أيام كان الاحتمال يعني مؤكدا، اليوم نشعر مع بعض التصريحات أنه بالإمكان يعني أن يكون هنالك ثم تحل، ولكن فيما لو يعني أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على ضرب العراق، والعراق بتكوينه الفسيفسائي قابل لديه القابلية الذاتية للتفكك، ومع ما نسمع من بعض يعني طروحات أمريكية وقبل ذلك إسرائيلية تفتيتية لدول المنطقة، بحيث تبدو إسرائيل هي الدولة الأعظم في المنطقة، الدولة النووية الكبرى، يا ترى ما هي المشروعات التي بإمكانها أن تواجه هذا التحدي المصيري؟ أولا يعني أعتقد أنه موضوع العراق تجمعت فيه عوامل كثيرة جدا، يعني أيضا لا يجوز أن نبسط الموضوع ونسطحه بكلمة إسرائيل وكلمة البترول. أعتقد الموضوع أيضا يحتمل ثارات قبلية تتعلق بموقف أسري من الرئيس الأمريكي، تتعلق بالفعل بموقف نظام أزعج العالم بأكمله وأزعج جيرانه وأزعج يعني أمريكا ما قررت تعتدي على سويسرا، يعني فهناك عوامل كثيرة يعني دخلت في الحساب العراقي، وربما النظرة أن نحن سادة العالم الآن ونستطيع أن نفعل ما نشاء جزء كبير جدا لا يقل عن الجزء الإسرائيلي، لأن ما حد يعرف يمكن النظام الذي يأتي في العراق بعد فترة يعادي إسرائيل أكثر من النظام، لأننا نستطيع أن نتوقع كيف تتحرك الشعوب كما نتوقع كيف تتحرك الأشياء الطبيعية والجمادات. فأعتقد أن موضوع العراق أيضا أجندة متداخلة وملتبسة، يدخل فيها البترول، يدخل فيها إسرائيل، يدخل فيها الرغبة في إثبات أن الولايات المتحدة قادرة على أن تفعل ما تشاء، يدخل فيها وهذا عنصر حقيقي خوف فعلي من عملية الإرهاب والتواطؤ بين النظام العراقي وبين الإرهاب على نحو ما لم يتبين أو لم يبين بعد. تسألني ماذا نفعل؟ يعني العالم كله الآن يجلس مجالس مقاعد المتفرجين، نحن نجلس في مسرح نشاهد مسرحية أمامنا، كما بالضبط تذهب إلى مسرحية تدفع الثمن وتجلس في المسرحية، قد تعجبك بعض الفصول، قد تعجبك الرواية، قد احيانا وانت جالس تقول شوف التفت وراك ترى انتبه او تعمل يعني، ولكني لا ارى لا في العالم الاسلامي ولا في العالم العربي ولا حتى على العالم في العالم كله لا ارى تحركا يستطيع ان يكبح جماح التصرف الامريكي فيما لو قررت امريكا ان تمضي قدما. وانا اتصور ان القرار الحرب لم يتخذ بعد، اعتقد الاحتمالات الان متوازيه، لأن هناك نظرية. هل الموضوع الكوري قد دخل على الخط؟ الموضوع الكوري دخل على الخط، ودخل على الخط شيء آخر، وهو طبعا الرئيس الأمريكي بطبيعة الحال تحكمه الرغبة في إعادة انتخابه، وعنده خوف من أن يكون رئيسا لولاية واحدة. الوضع الحالي بالنسبة له يسبب كما يقولون باللغة الإنجليزية أفضل العوالم، أفضل عالم محتمل للوضع الحالي، يتيح له شعبية داخلية، يضغط على العالم الخارجي، في نفس الوقت لديه نوع من التأييد الدولي والمنظمات الدولية. فهناك نظرية تقول أن من صالح الرئيس الأمريكي تأجيل الوضع أو تمديده على النحو الحالي حتى تحين ساعة الانتخابات، والانتخابات بعد سنة تقريبا. اليوم يعني في نفس السياق تناقلت الأخبار خبرا أن رئيس الوزراء البريطاني سوف يذهب إلى الولايات المتحدة وسوف يقنع الرئيس الأمريكي بإعطاء المساعي والمفتشين الدوليين فترة سنة إضافية. في هذه الفترة ماذا عن هذه الجحافل والأساطيل؟ هل سوف تبقى في المنطقة أم سترحل ريثما يعني يحل الموعد المحدد لضرب العراق؟ ترى يعني هذه يعني لا يوجد شيء يحتم أنه بمجرد تحرك الأساطيل والقوات يجب أن تدخل حربا.